من هم الوندال؟ يعرف الوندال أو الفاندال بأنهم شعوب بربرية ذو أصول ألمانية، قاموا بغزو إمبراطورية روما وسطوا على المغول والقوطيين وأوجدوا لأنفسهم مملكة في الشمال الإفريقي، حيث ازدهرت على مدار 100 عام إلى أن استسلمت لغزو قوات الإمبراطور البيزنطية 534 قبل الميلاد. لم يكن التاريخ متساهلا مع الوندال، حيث اعتبر اسم الوندالين رمزا لأعمال التخريب والدمار، لا سيما وأن من أسهم في كتابة تاريخهم الرومان هم ومن عاونهم من أصول أخرى. في الفترة التي قام فيها الوندال بنهب إمبراطورية روما وغزوها، قد عمدوا إلى ترك العديد من المدن دون أي تخريب لمبانيها ودون قتل شعوبها. بالرغم من الصفة السلبية المأخوذة عنهم، إلا أنهم عملوا على ترقية طريقة تفكيرهم وتصرفاتهم مع مرور الزمن. كان الشمال الإفريقي هو القلب النابض لجسد الإمبراطورية الرومانية، لما كان يقدمه من محاصيل زراعية تطعم أبناء الإمبراطورية، زيت الزيتون من صقلية إسبانيا الذي أنار أسرجتهم، بالإضافة للعوائد الضريبية التي حافظت على ازدهار ونمو الاقتصاد الروماني. ومع قدوم قبائل الوندال البربرية وقيامها بحرق ونهب كل ما يعترض طريقها ابتداء من نهر الرين متجهين نحو سيبيريا، فقد سلبوا الشمال الإفريقي بالقوة، وكان آخر مسمار يدق في نعش الإمبراطورية الرومانية. من الصعب الجزم بأن الشمال الإفريقي لا زال يحتضن أي أصول للوندال، فقد كان تعدادهم 7000 يتمركزون بما يعرف في يومنا هذا بتونس. لهذا يعتبر شعب تونس أكثر الشعوب امتزاجا في الأصول من الإمبراطورية الرومانية والوندال والإغريق والفينيقيين والعرب. وينطبق الحال على منطقة أوروبا، فلم يتبقى أي من الأصول الوندالية، حتى أن آخر عهد للغتهم كان في القرن 18 في منطقة شبه جزيرة القرم.